أهلا بيكم يا عشاء الدراما. معاكم النهاردة بقصة مشوقة قوي عن التوأم وعن القدر اللي بيجمعهم مع بعض في الآخر. قصة بتبدأ في ملجأ للأيتام. كان في توأم حلوين قوي متلاصقين ببعض بطريقة ما تتوصفش، بس القدر كان شايل لهم خطأ تانية خالص. في يوم من الأيام جوزين لطاف جدا جايبين يتبنوا طفل، اختاروا واحد من التوأم واخدوه معاهم، وبعدين جوزين تانيين جايبين بعد فترة واخدوا التوأم التاني، وبكده التوأم اتقسموا واتربوا في بيئتين مختلفتين خالص، ومحدش فيهم كان عارف حاجة عن التاني. الطفل الأول ربته أسرة مليانة حب وحنان، اجتهد في دراسته ودخل كلية الطب ونجح وبقى دكتور. الطفل الثاني الظروف قاسية كانت بتجره لعالم الجريمة، وفي الآخر بقى حرامي. عدت السنين والتوأم لسه ما يعرفوش حاجة عن بعض، وفي يوم الحرامي بيلاقي نفسه بجروح خطيرة بعد عملية سطو فاشلة، وفي حالة طوارئ بينقلوه على المستشفى، والدكتور اللي يعالجه ما كانش عارف انه أخوه التوأم. هنا القدر بيبدأ يلعب بمصيرهم تاني. الحرامي محتاج مساعدة، والدكتور بيحس انه لازم يساعده، يمكن لسبب مش فاهمه. الأمور بتتعقد لما الحرامي بيلاقي نفسه في ورطة جديدة، والدكتور بيضطر يساعده أكتر. وفي اللحظة دي الحقائق بتبدأ تتكشف. بيكتشفوا حاجة مذهلة، حاجة عمرهم ما كانوا بيتوقعوها. أيواه، إنهم توأم. الصدمة كانت كبيرة والدموع نزلت، بس الأهم من ده كله هو القوة الجديدة اللي بيلاقوها في بعض. رغم إنهم مشيوا في طرق مختلفة، القدر جمعهم تاني وداهم فرصة تانية يكونوا مع بعض. يلو من درس قوي من الحياة عن الحب وعن الروابط اللي ملهاش تفسير واللي بتربطنا باللي بنحبهم. بجد قصة تستاهل تتقال. لو عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان تسمعوا قصص تانية مشوقة. شكرا ليكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي.